أعزائي الحضور، ضيوفنا الكرام، سعدتم مساء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام. أصدر قطاع المرأة في المنبر التقدمي بياناً بهذه المناسبة، واسمحوا لي في البداية أن أدعو الرئيسة، رئيسة القطاع الرفيقة إيمان شويطر، لقراءة هذا البيان، فلتتفضل. اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذا العام تبنت الأمم المتحدة شعار لون العالم برتقالياً، لهذا وزعنا عليكم الشرائط البرتقالية. جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب، وفي كل عام تتخذ الأمة المتحدة شعار يتناسب مع وضع العالم في ظاهرة معينة. ونظراً لازدياد ظاهرة الاغتصاب أياً كانت، يعني اغتصاب الأطفال، النساء، وأثر الحروب وأثر النزاعات المسلحة، فإذاً اتخذت لون العالم برتقالياً. جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب، وذلك لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة لمنع العنف وإنهائه على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، ولمنع الإفلات من العقاب. إن المنبر التقدمي ممثلاً في قطاع المرأة، والتزاماً بدوره الطليعي في الذود عن حقوق المرأة في البحرين، يستغل هذه المناسبة ليرفع صوته عالياً لكل قوى التقدم والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل أن يتكاتف الجميع ضد ظاهرة العنف المستشرية ضد المرأة في مجتمعنا. فعلى الرغم من التقدم الذي شهدته مملكة البحرين بانضمامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اللي هي السيداو، في عام 2002، وصدور قانون الحماية من العنف الأسري في عام 2015، إلا أن هناك بعض النواقص والعيوب التي لم يتم معالجتها بعد، أهمها عدم النص على عقوبات فعالة على مرتكبي الاغتصاب الزوجي، في ظل عدم إلقاء المادتان 334 و 353 من قانون العقوبات. ونحن كقطاع نسائي نقف وقفة جادة، ومعنا الاتحاد النسائي البحريني وكل القوى الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، نثمن عالياً جهود المجلس الأعلى للمرأة في وضع الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية ضمن خطة 2020، الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، أمام تحقيق مطالب النساء اللاتي يعانين من العنف المنزلي بكل أشكاله، وألا تقف العادات والتقاليد عقبة أمامهن للبوح به وعدم التستر عليه، اللي هو العنف. كما ندين ونستنكر بشدة كل الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في العمل والشارع والمجتمع، ونطالب أصحاب صانعي القرار، حكومة وبرلمان وغيرها، بأن يضعوا حداً لوقف العنف ضد المرأة والفتيات، وذلك أولاً بإلقاء تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو، وتعديل القوانين والتشريعات بما يتلائم مع بنود الاتفاقية. حق المرأة البحرينية المتزوجة من بحريني من أجنبي في منح جنسيتها لأبنائها. العمل على مكافحة العنف بكافة أشكاله ومعاقبة مرتكبيه، وتوفير الدعم الكامل للمتضررات اقتصادياً وقانونياً ونفسياً. إسقاط المادة 353 من قانون العقوبات، والتي تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب بعد الزواج من الضحية. العمل على تطوير التشريعات العمالية بما يعزز
مشاركة المرأة في سوق العمل ويضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. إجراء التعديلات الخاصة ببعض أحكام قانون الأسرة الموحد وقانون الحماية من العنف الأسري والتي تعاني منها النساء أمام المحاكم الشرعية. وبهذه المناسبة نحيي كل نضالات الحركة النسائية العالمية بوجه عام والحراك النسائي البحريني بوجه خاص من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وعالماً خالٍ من العنف ضد المرأة في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، لنتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. شكراً لك. الرفاق، الرفيقات، ضيوفنا الكرام، أعزائي الحضور، سعدتم مساء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام. سلط قطاع المرأة في المنبر التقدمي على قضية هامة أصبحت حديث الساعة، ألا وهي قضية الطلاق المتزايد في مملكة البحرين كغيرها من دول الخليج العربي ودول العالم العربي. وعنوان الندوة الطلاق وتداعياته بين التشريع والتطبيق. وكما سجلت محاكم البحرين الشرعية خلال العام الماضي 2018 هناك 16 حالة زواج في كل يوم مقابل 5 حالات طلاق، حيث سجل البحرينيون 10 حالات زواج مقابل 4 حالات طلاق، إذ بلغ عدد البحرينيات اللاتي سجلن حالات طلاقهن 1518 امرأة مقابل 4330 من عدد المتزوجات البحرينيات. أما هذا العام 2019 فهناك أكثر من 4160 حالة طلاق لعام 2019، حيث تبلغ نسبة حالات الطلاق الاتفاقي 12% لهذا العام. وتقع أكثر حالات الطلاق في السنة الأولى من الحياة الزوجية بما يعادل طلاق 373 رجل بحريني و324 امرأة السنة الأولى من الزواج في مختلف الفئات العمرية للطرفين. وخلعت النساء أزواجهن بالطلاق الخلعي بواقع 355 خلع و44 حالة قبل الدخول في سنة 2018. فالطلاق باعتباره من المشكلات الاجتماعية التي تهدد الكيان الأسري وسبباً من أسباب تفككه وتقويضه، فقد لزم علينا جميعاً بتتبع مساره والتعرف على حجمه وأسبابه ومعرفة ارتباطه بالمتغيرات السريعة في بنية المجتمع وما يترتب عليه من آثار اقتصادية سلبية وآثار نفسية على حياة الأسرة ككل وحياة المرأة والأطفال بشكل خاص، لأنهم أكثر من يظلم ويتضرر من هذه المشكلة. فمن منظور حقوق الإنسان في المملكة يبقى قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017 نصاً تمييزياً من حيث القواعد القانونية الشرعية التي يتم تطبيقها، فهي تغطي كلا المذهبين مستندة على تفسيرات شرعية لها مدلولاتها التمييزية عندما يتم اعتمادها لتطبيق وتنظيم أمور كالزواج والطلاق وحضانة الأطفال وغيرها. فوفقاً لأحكام القانون تكون للنساء حقوق أقل من الرجال أو أنها تنعدم فيما يخص الوضع المدني. فعلى ضوء ما لاحظته لجنة السيداف التوصيتين رقم 45 و46 في تقريرها من قلق بالغ يساورها في التمييز والقيود القانونية التي ما زالت المرأة تواجهها في سياق الطلاق، ومن النتائج الاقتصادية السلبية التي تترتب بالنسبة للمرأة بما في ذلك الالتزامات بإعادة المهر ودفع تعويض وقبول نفقة محددة. هذا ما تود طرحه ومناقشة الأستاذة والمحامية زهراء حسن والأستاذة والمحامية زهراء حسن عبد الله تمارس مهنة المحاماة منذ 7 سنوات من خلال مكتبها الخاص في جميع أنواع القضايا الشرعية والجنائية والمدنية العمالية والتجارية والمنازعات الإيجارية،
حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين، وتعد الآن حالياً رسالة الماجستير في القانون التجاري، ولديها مشاركات عديدة في فعاليات عديدة تابعة لمركز الاتحاد النسائي، وحضرت دورات عديدة في معهد الدراسات القضائية التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين، ومؤتمرات خارج البحرين. فلتتفضل مشكورة. مساء الخير جميعا، الحضور الكرام، أتشرف بوجودي معكم اليوم في مقر جمعية المنبر التقدمي هذا الصرح الشامخ. يسعدني أيضا تقديم هذه الندوة والتي هي بعنوان تداعيات الطلاق بين التشريع والتطبيق، وحيث أن المنبر التقدمي الذي يقوم بواجباته النضالية اتجاه كافة شرائح المجتمع من أجل الرقي وتحسين معيشة المواطنين في مملكة البحرين في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة لقطاع المرأة البحرينية التي تقف اليوم مع الرجل من أجل تحسين الظروف المعيشية للأسرة البحرينية. نسأل الله التوفيق بأن نوفق في ندوتنا اليوم بموضوع الطلاق وتداعياته بين التشريع والتطبيق. نبدأ اليوم ندوتنا بحديث أبغض الحلال عند الله طلاق، حيث أن الطلاق مشكلة من مشاكل العصر الحديث وأخذت تتزايد في الآونة الأخيرة، ومن أسبابه هي الشك والخيانة الزوجية وعدم الإنفاق على الزوجة والمعاملة السيئة من ضرب وسب وعدم الإنجاب ومرض أحد الزوجين وعدم قدرته على القيام بواجباته اتجاه زوجته وأولاده. فعندما لا يلتزم الزوج والزوجة بالحقوق والواجبات والالتزامات التي تقع على عاتق الطرفين استنادا للمادة 38 و39 و40 من قانون الأسرة الموحد لعام 2017، وأخذت تتزايد أيضا حالات الطلاق بسبب عدم النضج وعدم الوعي لدى الأزواج واستعجال الأهل على تزويج أبنائهم في عمر متقدم، بحيث أن الأولاد عندما يتزوجون وهم في سن صغير في سن عدم الكفاءة فإنهم يودون أن يسهرون يتسوقون ولا يتحملون المسؤولية، مسؤولية تربية أبناء، مسؤولية بيت. وغياب ثقافة الحوار بين الأزواج وأسباب كثيرة، والآن ظهرت أيضا التكنولوجيا، تكنولوجيا التواصل الاجتماعي، الهاتف النقال، بدأ هذا الهاتف هو مشكلة من مشاكل العصر الحديث تسبب بين مشاكل زوجية. بدت تتقدم هذه المشاكل في الآونة الأخيرة بسبب استخدام الهاتف النقال لدرجة عرض حياتهم الشخصية أيضاً، وسبب أيضاً هذا الهاتف الكثير من المشاكل في الحياة الزوجية وأيضاً الانفصال. فعندما لا يلتزم الزوجين بالواجبات والحقوق فيبدأون في الدخول في دوامة المشاكل والحرب بين الطرفين، وعندما لا يصلون إلى حل جذري في حل مشاكلهم فإنهم يختارون الطريق الأسهل لهم وهو الطلاق، يلجؤون إلى القضاء. ولكن
عندما يلجؤون إلى القضاء أول ما يلجؤون إليه في محاكمنا هو قسم أو مكتب للتوفيق الأسري يحل مشاكل الزوجين، ولكن للأسف هذا المكتب هو مكتب تسوية فقط وليس إرشاد وليس نصح وليس حل جذري أيضا لحل مشاكل الزوجين. للأسف أن مكتب التوفيق الأسري عندما لا يحضر الطرفين المفترض أن يلتزم الطرفين بالحضور شخصيا لحل هذه المشاكل وليس توكيل محامي. عن نفسي شخصيا أنا كمحامية ولدي مكتب خاص، عندما تأتيني قضايا طلاق فإني لا أحبذ أن أرفعها إلى المحكمة يعني بطريقة مباشرة، أحاول أن أصلح ما بين الزوجين وإن أمكن أحاول أيضا أن أتكلم مع الطرف الآخر موكلي والخصم وأحاول أن أحل المشكلة فيما بينهم، ولكن للأسف يأتون وهم خلاص يعني لا يتحملون العنف والمشاكل وبالذات التي تقع على المرأة. فلدينا الطلاق يكون الفرقة بين الزوجين وذلك بإرادة من الزوج ويسمى طلاق. ممكن يكون هذا تعريف للطلاق، بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بدل العوض وتسمى مخالعة. في هذا يتم بحكم من القضاء، ولكن في حال عدم أو رفض الزوج للبذل الذي تقدمه الزوجة فلا يتم تطليق الزوجة، وهذا هو التشريع والتطبيق. فعندما نرفع قضية إلى المحكمة ونطلب احتياطيا في حال الضرر أو عدم الإنفاق مع شرح بقية التفاصيل نضع أيضا بند آخر احتياطيا مع تطليق المدعية مع الخلع، ولكن هناك تواجهنا كثير من المشاكل في المحاكم على اعتبار إذا كان الزوج لا يحضر إلى المحكمة فإنه لن يتم النظر في موضوع الخلع، لأن لم إذا لم يوافق الزوج على الخلع فلا يتم تطليق المرأة ولا ينظر إلى هذا الطلب فيحكم بالرفض. من أركان الطلاق، أركان الطلاق هي أربعة: المطلق والمطلقة والصيغة وأيضا القصد. المطلق هو الزوج والمطلقة هي الزوجة، والصيغة هي لفظ الطلاق، والقصد هي النية الموجودة لدى الزوج. أنواع الطلاق من حيث نوع الصيغة، وفقا للفقه الجعفري تنص المادة 82 عندنا نوعين من اللفظ: لفظ صريح ولفظ بالكناية. اللفظ الصريح هو أن يلفظ الزوج على زوجته بكلمة أنت أو بلفظ أنت طالق أو علي الطلاق، ولكن في الألفاظ بالكناية كأن يلفظ لفظ يحتمل بعده الطلاق، كأن يقول لها اذهبي إلى أهلك أو اخرجي من البيت، وكل هذه الألفاظ تحتمل بعدها الطلاق. أنواع الطلاق، طلاق نوعان: رجعي وبائن. الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بعد انتهاء العدة، يعني انتم شايفين الصورة الحين، هذه طلاق رجعي بترضى ترجع عقب ما انها هي معنفة بهذه الطريقة. الطلاق البائن عقد ينهي عقد الزواج حين وقوعه، للزوج أن يرجع مطلقته طلاق رجعي ما دامت في العدة. وهذا ما يحصل في المحاكم، بأن الزوج
يطلق زوجته، ولكن عندما يريد أن ينتقم من زوجته أو يريد أن يأخذ بثأرا منها فيرجعها بدون إذنها، فهذه تتحقق الرجعة بالقول أو بالكتابة أو بالفعل مع القصد أثناء العدة، تثبت بشاهدي عدل أو بتصديق، وتوثق في المحكمة ولا يشترط إذن الزوجة. فهذا البند بند أو نص تعسفي في حق الزوجة، يجب أن يؤخذ إذنها، لأن إذا اختلف الزوجان في الرجعة فإنه لا توجد قوة جبرية تجبرها على الرجوع إلى بيت الزوجية. فبذلك النص مختل أو باطل. التطليق للضرر، هناك أنواع إلى الطلاق. التطليق للضرر والشقاق للزوجة، طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة، حياة مستحيلة. للزوجة أيضا أن تطلب الطلاق في حالة الهجران، وأيضا على القاضي بذل الجهد لإصلاح البين، وإذا عجز القاضي عن الإصلاح وثبت الضرر حكم له بالتطليق، حكم لها بالتطليق. وإذا لم يثبت الضرر، كيف يثبت الضرر؟ عن طريق إذا كان هناك ضرب يثبت بتقرير طبي أو ببلاغ من المحكمة، ببلاغ من المركز، فمن يتوسم فيه القدرة على الإصلاح أو ذوي الاختصاص، وذلك من دون الإخلال في المادة 89. للأسف في محاكم البحرين عندما تضع أو تقدم المدعية كل المستندات الدالة على أنها متضررة عن طريق تقارير طبية وبلاغات من مركز من مراكز الشرطة، لا تؤخذ بها. التطليق لعدم الإنفاق، وفقا أيضا للفقه الجعفري، إذا امتنع الحاضر عن الإنفاق على زوجته وليس له مال ظاهر يمكن الإنفاق منه عليه، ألزمه القاضي بالنفقة. للأسف معظم الرجال لا يحضرون إلى محاكم البحرين عندما يتم تبليغهم بدعوى للنفقة، لا يحضر ويتم تنفيذ الحكم عليه، ولكن يستخدم أمور تجعله لا يتعاون مع المحكمة ولا يتعاون مع المدعية زوجته. كيف؟ لا يضع في حسابه أي مبلغ، يضع كل حساباته مع أشخاص أخرى حتى لا يتم التعميم على حسابه، حتى لا ينفق على زوجته. أيضا لا يضع أي مركبة باسمه، ويعرفون أيضا الرجال للأسف يقدمون حتى أمر القبض، لا يذهبون إلى الأماكن التي يترددون عليها والتي يعرفون أنهم سوف يتم القبض عليهم، يبتعدون عن هذه الأماكن. حالات كثيرة لعدم الإنفاق بالسنة والسنتين والثلاث لا يتم الإنفاق على زوجاتهم، فتضطر الزوجة أن تذهب إلى صندوق النفقة. التطليق للغياب والفقدان، أيضا من حق الزوجة في حال غياب زوجها أو فقدانه أن ترفع إلى القضاء، ولكن بعد إنذار الزوج. في حال الزوج في البحرين ما في قوة جبرية أن ترجع المرأة إلى زوجها، أو زوجها قوة جبرية تجعل الرجل أن يرجع إلى زوجته. فالقانون يقول أما نقلها وأما طلاقها، فالقاضي في هذا النص أيضا لا يتم تطليقها. وفقا أيضا للفقه الجعفري
في حالات كثيرة لا تعلم عن زوجها ما إذا كان موجود في البحرين أو خارج البحرين، لا تعرف مكان إقامته، حتى التواصل يكون مقطوع. أحين التواصل الاجتماعي يسوي له بلوك ويغير رقمه وما يتواصل مع زوجته، ويتزوج زوجة ثانية ويكون عنده أسرة أخرى، ولا يحكم لها إلا بعد رفع أمرها إلى القاضي ومضي 4 سنوات من البحث والتحري. ولا تطلق الزوجة إذا كان للمفقود أو الغائب مال أو ينفق أو ولي ينفق عليها. هذا الناس كيف لا تطلق الزوجة إذا كان للمفقود أو المال؟ هل الزوجة تريد المال فقط؟ ألا يحق لها أن تتزوج من رجل آخر؟ أيضا هناك نوع التطليق للحبس والتعاطي. إذا حبس الزوج تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحكم، أيضا جاز للزوجة أن تطلب التطليق إذا لحقها ضرر. ولكن أيضا في هذه الحالة إذا تم جلبه من السجن ولا يوافق الزوج على تطليق زوجته يتم الرفض. للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب تعاطي الزوج المسكرات أو المخدرات. في التشريع في محاكم البحرين لدي حالات كثيرة يتعاطون المخدرات ويتم رفض الدعوة لأنه سبب يعني بسيط وعادي وممكن أنه يرجع إلى بعد عرضه على لجنة طبية. للأسف عندي حالة لديه قضية قتل وموجود في الطب النفسي، وأيضا الزوجة طلبت الطلاق منه ولم يتم تطليقها. الطلاق وآثاره النفسية على الأبناء. عندما يتم التطليق تتفكك الأسرة ويضيع الأبناء بين الأب والأم. يتدنى المستوى التعليمي لدى الأبناء والسلوكيات السيئة تبدأ تظهر. الانحراف، التحرش الجنسي، العنف الأسري، أيضا تكثر الجرائم ويزيد مستوى الانحراف. وهناك أمراض قد يتعرض لها الأبناء: القلق، الكآبة، الاكتئاب، العدوانية وكل ذلك. الأضرار، أضرار الطلاق بين الزوجين بعد الطلاق. هناك أضرار نفسية وأضرار اجتماعية وأيضا هناك أضرار اقتصادية. الأضرار النفسية: ضغوطات نفسية بين الزوج والزوجة يتعرضون لها، فشل في الحياة الزوجية ويقل ثقتهم بنفسهم ويشعرون بالحرمان، وبالإضافة إلى ذلك تنخفض فرصتهم بالزواج مرة ثانية لأنهم يفقدون الثقة. وأيضا فيما يتعلق بالرجال تزيد شعورهم بالسلبية اتجاه النساء، العنف، العدوان، ويقل ثقتهم بأنفسهم اتجاه الحياة الزوجية مرة أخرى. الأضرار الاجتماعية: تؤدي النظرة السلبية من قبل أفراد المجتمع إلى المطلقين بما يجعل المرأة أكثر عرضة للمراقبة، أيضا بالإضافة إلى تعرضها إلى اللوم والتجريح. أما ما أقصد به في الأضرار الاقتصادية، عندما يتزوج الزوج، الحين بوقف شوي ويا الزوج، عندما يتزوج الزوج من امرأة ويطلقها عن طريق أي سبب من الأسباب ويدفع لها مصاريف الزواج، كان دافع لها مصاريف من الزواج ومهر وتعرفون أنتم المصاريف، وتكون مصاريف باهظة، ويتم تطليق زوجته والمحكمة تفرض عليه
أيضا نفقات للأبناء ونفقات للمرأة. فعندما يريد أن يتزوج من أخرى فأيضا نفقة للزوجة الأخرى والأولاد. أحكام النفقة بين التشريع والتطبيق. أحب أتطرق إلى أحكام في النفقة وأحكام في الحضانة وأحكام في الخلع. الأحكام اللي في النفقة حق من حقوق المنفق تشمل النفقة طعام وملبس ومسكن، وأيضا تطبيب وخدمة فيما يقتضيه العرف، وأيضا تقدر بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق، ويجوز زيادة النفقة أو نقصانها خلال سنة من تغير حال المنفق أو المنفق عليه. للأسف عندما يعني هذا النص، المرأة ما تقدر تنتظر سنة كاملة على أساس أن في تغيرات إلى حال المنفق عليه. على سبيل المثال أو المحكمة تحكم أيضا بالنفقة تكون قليلة، يعني مثلا أن تحكم إلى ولد مثلا 30 دينار. هذه شنو تسوي 30 دينار؟ 30 دينار مثلا حق طفل روضة أو حتى طفل رضيع، يعني الحليب والبامبرز والهاي هاي كلها، يعني وحين احنا غلاء في البحرين، هاي 30 دينار شنو تسوي؟ ويجي الزوج يبي يقلل النفقة 30 دينار. ليش؟ لأنه متزوج من امرأة أخرى وعليه ديون وعليه التزامات. ولكن 30 دينار شو تسوي؟ ولا شيء. أحكام الحضانة بين التشريع والتطبيق. الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته. وفقا للقضاء الجعفري تنتهي حضانة الأم عند إتمام سن 7 للبنت أو للابن، وبعد سن 7 تكون الحضانة للأب. احنا هني حتى عندما الأب يطلب الحضانة من عند الأم، أولا 7 سنوات حضانة مو كافية. 7 سنوات الولد يتعلق بالأم أساساً، إحنا نشوف إلى 11-12 سنة، ممكن يروح إلى الأب عقب 15 سنة ممكن، بس 7 سنوات صغير للحين يحتاج إلى حضانة الأم. فعندما يرفع الأب للحصول على الحضانة هناك سبب قوي، ليس لأنه يريد ولده لا، ولكن يريد أن يأخذ بحضانة الولد حتى يتهرب من نفقة أبنائه. للأسف يعني، وحتى لما يحصل على حكم بالحضانة لا يتم تنفيذ الحضانة عندما يرفض الابن أو البنت الذهاب إلى أبيه. وأيضا المشاحنات الموجودة بين الأب والأم في هذه الفترة يعني للأسف تدخل الحرب بين ويكون ضحيتهم الأطفال. يكون الطفل عند الأم فتقوم الأم بتكريه الطفل بأبيه حتى لا يذهب إليه في وقت الحضانة، يكره أبيه. أنا عندي حالات تم الطلاق يعني من وجهة نظري هذا شيء سليم، إن الولد لا يدخل في مشاكل الأم والأب، يترك الولد يختار أمه أو أبيه ويكون بين أمه وأبيه بدون مشاكل، كأن يتم مع أبيه فترة وعندما تطلبه أمه يذهب أو إنه والعكس صحيح. أحكام الخلع بين التشريع والتطبيق. الخلع هو طلب إنهاء عقد الزواج من الزوجة.
بذل للزوج، ولكن عندما يرفض الزوج بتقديم الزوجة لهذا البذل فإنه لا يتم أيضا يتم رفض هذه الدعوة، لأن الزوج غير قابل بالبذل. يعتبر الخلع طلاقا بائنا ويقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، كأن يقول لها خلعتك وهي تقول له قبلت ذلك، وبعد ذلك يتم إيقاع الطلاق فأنت طالق. فإذا رجعت المخترعة في البذل أثناء العدة فيعتبر طلاق رجعي. الحلول للمشكلات الناتجة عن الطلاق: بسبب النزاع بين المرأة والرجل أوصي بإنشاء مراكز للإرشاد النفسي وللمقدمين على الزواج في مراحل الزواج المختلفة، إعطاء أيضا فرصة للتعارف بين الطرفين قبل الزواج وفق الضوابط الشرعية والاجتماعية، توعية أفراد الأسرة، يجب على الأب أو الأم عند ما يطلب الأبناء الزواج نص يقدمون إليهم النصح والإرشاد، وأيضا اختيار الأزواج ذوو الكفاءة، أيضا ينصح الزوجات والأزواج بالاهتمام بمظهرهم بعد الزواج. للأسف يعني إحنا نشوف نساء يهملون نفسهم بعد الزواج بحجة إن هناك مسؤوليات وأولاد على عاتقهم، والعكس صحيح. وأيضا حل المشكلات الصغيرة قبل أن تزيد بين الأزواج، والصراحة والشفافية في التعامل بين الطرفين. وفي الختام لابد ولابد من الصبر في الحياة الزوجية. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. نشكر الأستاذة والمحامية زهراء على تقديمها الشيق لموضوع الطلاق والمفصل، والذي حوى الكثير من العناوين الهامة والتي يجب أن نقف عندها هذه الليلة لنعرض بعض التجارب من حالات مطلقات أتينا الليلة للبوح عن ما في نفوسهن من مشاكل في مسألة الطلاق في محاكم البحرين، فتطرقت إلى تأثير الطلاق على الأبناء وأسباب الطلاق وأنواع الطلاق والكثير الكثير والتطليق وأنواعه. كل هذه الأشياء تحتاج إلى وقفات جادة صراحة، وكثير من الندوات عملناها من أجل عدم وجود هذا التناقض بين التشريع والتطبيق، وهذا طبعا كلنا نعرف بسبب خلل في قوانين الأسرة. قانون أحكام الأسرة صدر من 2017 وإلى الآن المذهب السني من 2009، ولكنه لا يحوي تلك المشاكل التي يعاني منها الفقه الجعفري. والأخت ليلى أوضحت لكم بما فيه المذهب الجعفري، وأشكر لها طبعا هذا التقديم وإثراء هذا الشرح والتوضيح. والآن مع المداخلات، وأي واحدة سيدات خاصة اللي جايين اليوم بالذات لهذه المسألة في عرض مشاكلهم، أتمنى يعطوني أسماءهم ولو مختصرة أو سرية أو شيء. لعرض تجاربهن في هذه الليلة، قصدي يعني ما يصورون، هذا قصدي، لا تأخذون شعور. يلا من عندنا بيحب متداخل؟ أول رجاء اسمحوا لي ما أعرف الأسماء، فيا ريت تعطوني الأسماء وصفها وبعدين واحد واحد. من أول بيتداخل؟
يرفع ايده يقول اسمه، واللي ما يحب يقول اسمه ترى لا يقول بعد. تفضل الاخ. ان شاء الله ان شاء الله. خلنا ناخذ اول الاسماء، ايش رايك؟ الاخ اسمك؟ اول حرف من القران باقر. باقر، اهلا وسهلا فيك يا استاذ. عرفت الاخ مكي. مكي استاذ مكي. حتى الداخل او تعرض مشكلتها عادي، قريبة لها وما جت اليوم، ممكن بعد تعرضونها. ها بنات استحيتونا. ها ايه يتفضلي هي صح مثل ما قال الرفيق فاضل، اللي تحب تجي هني واللي تحب ما يصورونها وتتكلم اعطوها الماي. اوكي خلونا نبتدي عجل بالاخ استاذ باقر تفضل. ما بعرف نفسي لانه معروف. زين طبعا اللي هو بدايه الف لعنه على الشيطان، بعد ما يدخل ما بين اللي هو الزوجين اكيد اللي هو يبدا اللي هو النكران. بس هو السؤال هنا طبعا اللي هو نحتاج حق اعاده بناء اللي هو النواه، هذه اللي هو نواه الاسره، هي زائد وناقص. للاسف الشديد طبعا عندنا معظم الاسر لا تربي ابنائها التربيه الصحيحه. طبعا هنا اللي هو شقين، الشق النفسي والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي اللي اضيف اليه بعد. للاسف الشديد مثل ما تفضلت الاستاذه ان اكثر اللي هو المقدمين على الزواج رايحين بالبركه للاسف الشديد. ان انت بتكون اسره تتعرف على اللي هو الطرف الاخر هي نصف المجتمع، وبعدين هو شر لابد منه، هالشر هذا تركع لك ركعتين وطلب من الله ياخذ الشر منها. زين فهي هني في قانون صريح بالنسبة لدين اللي هم القضاة يحتاج اللي هو إعادة دراسة الحدائق الناظرة للعالم الجليل يوسف البحراني. واحد. اثنين، إعادة اللي هو في حق اللي هو عميد المنبر بس مو التقدمي الحسيني اللي هو الوائلي، شارح اللي هو عن الطلاق تفصيلا كاملا بالأحكام بالهداك، هاي اللي هو يسمونها طلب بلا شهوة ولا رغبة. زين ان عندنا هي اللي هو الموضه الجديده قانون بشهوه وقانون برغبه، هذه بدون شهوه بدون رغبه انهم يطلعون بس على هذه اللي موجوده بس هم مو مطلعين، يعني تصور القاضي ما يقرا. زين لان اول القانون الاولي وهو الهي لهن ما عليهن، قانون متوازن هذه. زين هن لباس لكم وانتم لباس لكم، في ناس ياخذ له اربع بدلات ما ادري ليش. زين اشكر اللي هو الاستاذه مره ثانيه، الموضوع جدا جدا مهم. شكرا. المداخله الثانيه عندنا الاستاذ مكي تفضل. شكرا للاستاذه زهره، وشكرا للمنبر التقدم ايضا على اقامه هذه الندوة المهمة أيضا. سؤال فقط، أنا حبيت أعرف على اعتبار أن مثل ما تفضلت الأستاذة حياة بأن الأستاذة زهرة ركزت كثيرا على الفقه الشيعي فقط، طبعا هذا لا يعني بأن الجماعة والنساء أو الزيجات في القسم السني يعني هم بعد ما موجود بينهم طلاق يعني. لذلك انا حبيت فقط، انت ذكرتين بعض الاحصائيات في البدايه استاذه حياه، بس اعتقد هذه ليست كافيه ايضا. انا اتصور يعني انا كان ببالي فعلا ان احنا محتاجين نعرف رقم واحد ان احنا اليوم احدى دول مجلس التعاون، وبالتالي محتاجين نعرف نقارن نفسنا احنا الان هل في اي مرتبه الان البحرين في هذا النوع من الأمر الموجود عندنا، هل احنا رقم واحد اثنين ستة ما ندري. الشغلة الأخرى، كثير من أسباب الطلاق أو الطلاق فيه هناك أسباب متعددة ذكرتي أستاذة زهرة منها بعضها يعني. أنا أتصور محتاجين فعلا أن احنا نعرف ما هي الأسباب، وهي تحتاج إلى توثيق اليوم. في نفس الوقت هل يقع الطلاق
في أي فئات عمرية اليوم؟ يعني هل هي في البداية مثلا، بعضهم مثلا ربما يكون حتى في فترة الخطوبة تصير، بعضهم في السنين الأولى مثل ما تفضلت يا أستاذة حيان، بعضهم ربما لعلة معينة موجودة. لذلك حبذا لو يكون، ما أدري إذا عندي شيء من هالنوع تعطينا تنورينا أيضا بيكون شيء جيد، لأن هذا ممكن يرسم لنا الصورة وتبقى الصورة واضحة. بس مهم نعرف ما هي الأسباب، الفئات العمرية، يعني هل هي الزوج أكثر، هل هي من الزوجة أيضا؟ لأن أنا شخصيا في هناك قصص تمر علي في هذا الجانب، ومرة تكون نفس المشكلة، نفس المشكلة تحديدا، واللي يتأذى فيها هم الأبناء أيضا. بس مرة أنت تشوفها من جهة المرأة صايرة، مرة تشوفها من جهة الزوج، نفس المشكلة تحديدا بالضبط. ومثل ما تفضلتين بأن مثلا بعض الأوقات هذا الطفل يقع ضحية، خاصة بعد الحضانة، تبقى الأم أو يبقى الأب يكره هذا الابن إلى الطرف الآخر. شكرا جزيلا أستاذ زهرة، وشكرا للمنبر التقدم أيضا على إتاحة هذه الفرصة. الرفاعي، أهلا أطولك. مساء الخير. بكرة مثل ما ذكرتون أنه 25 نوفمبر هي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. سؤالي هو أخذا في الاعتبار الأوصاف والمشاكل اللي ذكرتينها وصعوبة الطلاق والنفقة وكله ضد المرأة، هل تتفقين بأن أكبر معنف ومصدر للعنف ضد المرأة هي المحاكم الشرعية أكبر من الزوج وأكبر من أي شيء؟ يعني الواحدة تتبهدل مع زوجها ربما 6 شهور أو سنة، ولكن تتبهدل في المحاكم الشرعية ربما سنوات قد تصل إلى 10 و15. فهل يمكن القول أن المحاكم الشرعية هي أكبر معنف للمرأة في البحرين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للضرر، ذكرتين أنه عندش حالة قتل ومع ذلك لم يثبت الضرر، إذا ما الذي يشكل ضرر في المحاكم الشرعية أكثر من القتل؟ ما أدري شنو يكون بعد. والسؤال الثالث، هل هناك حد بالنسبة للطلاق الخلعي، سقف أعلى للفدية أو البدل اللي المرأة تبذله لتحصل على الطلاق الخلعي، أو السقف مفتوح الزوج ممكن يطلب بيتها وبيت يمكن؟ شكرا. أوكي أستاذة إيمان رفيقة، لأن يعني نفس الإطار. بداية أنا أحب أشكر الأستاذة زهرة على تقديمها الطيب وعرضها الشيق صراحة، وقبولها دعوتنا في المنبر التقدمي لتقديم هذه الندوة بكل رحابة صدر. سؤالي يعني الأستاذة زهرة، أنت محامية، وإحنا حضرنا يعني من خلال عملنا في الجمعيات وفي ذي المجال في قوانين أحكام الأسرة وقانون الأحوال الشخصية وغيرها في قضايا المرأة، كلنا نستمع إلى المحاميات عندهم تذمر من ناحية مثلا مكاتب التوفيق الأسري، يعني ان هي ما تؤدي دورها بالشكل الصحيح، ان هي غير كافيه، ان هي القائمين مو القائمين عليها اللي المفروض يتعاطون مع القضايا الشرعيه غير كفؤين، وهي وضعت للحد من قضايا الطلاق وغيرها، لكن ما زالت القضايا تراوح مكانها موجوده.
ويعني وخصوصا انه هو مثلا مكتب واحد في فرع الحنينية، يعني تعتقدين هل هذه كافي؟ كذلك مسألة يعني كلنا نتبق ونستمع للمحامين واحنا نأيدهم ونقول ان القوانين قانون احكام الأسرة لا يزال يعني قاصر، لا تزال فيه ثغرات. يعني انا اتساءل يعني المحامين هل بس يطلعون على هذه القصور والنواقص؟ ما في يعني مثلا تحرك جدي، تحالف من قبل المحامين ومن قبل ومع مؤسسات المجتمع المدني بحيث يشكل ضغط على لكي تتعدل هذه الآليات، تتعدل القوانين. يعني كل انا احس كل محامي او محامي، ومو بس المحاميات معنيين، حتى المحامين يعني يعملون كل واحد بروحه بشكل فردي، بينما احنا معنيين بمعالجة او تحسين وتطوير منظومة العمل الشرعي بشكل عام. يعني انا اتمنى ان يكون في تحرك جماعي من قبل جمعية المحامين، من قبل يعني كثير من المحاميات حتى مو منضمين الى هذه الجمعية يعني، وأن تقوم بدورها بشكل صحيح يعني في مجمل القضايا اللي فيها نقص قصور. شكرا. سامحة تشكيل لوبي كل المحامين والمحامين. عندنا بعد الأخ فيصل، تفضل. سامحة محامي نشكر الأستاذة زهرة حسن عبد الله على استعراضها الجيد والممتع للقانون والتطبيق المحاكم لقضايا الأحوال الشخصية. يعني مثل ما هي المحاضرة إن هي عن التشريع والتطبيق في قانون الأحوال الشخصية، يعني في البداية يعني ترى لي علينا وش نعترف بأن السبب الأول في المشاكل الموجودة في المحاكم الشرعية هو القانون الأحوال الشخصية نفسه. يعني القانون في كثير من المشاكل، اولا يعني القانون اخذ كنصوص من الشريعه وضعت قبل يمكن اكثر من الاف السنين او الف سنه وشوي، يعني نصوص ما تنطبق على عصرنا الحاضر الحين، يعني يمكن كانت ملائمه للوضع لما وضعت في ذاك الوقت، بس اليوم هي غير ملائمة ولا تستجيب لمتطلبات ومشاكل الوقت اللي احنا نعيش فيه. بعدين الآلية وضع هذا القانون، يعني الاكتفاء فقط بأن نوضع قانون الأحوال الشخصية بناء على الشرع ورجال الشرع ورجال الدين هو غير يعني غير مجدي وغير مناسب. يعني نحتاج اليوم احنا عشان نوضع قانون الأحوال الشخصية ايضا تخصصات اخرى، يعني فيها اجتماعية وفيها قانونية اخرى، يعني تعالج مشاكل كثيرة يحتاج الشرع انه او قانون الأحوال الشخصية انه يتضمنها. ف يعني اذا بن 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 اول ما نبتدي ان احنا نتحكى عن الاحوال الشخصيه، لازم اول شيء نتحكى عن ان القانون هو العائق الاول في هذه المشاكل، ويجب تشريح هذا القانون ونقول وين المشاكل تطبيقها في المحاكم، وهي كنصوص هي معيقه لكثير من المسائل. الشغلة الثانية إن القضاة نفسهم هم
قضاة شرعيين انهم هما منفصلين عن الواقع، يعني هما عايشين بس في النصوص، يعني ما يطلعون خارج عن النص، كان اللي صاير برا في الواقع ما يعنيهم، هم يعنيهم فقط النص وتفسير النص وكيف كان النص تدرج من قبل 1000 سنة، يعني شلون وضع وشنو تفسير الكلمات المصطلحات اللي موجودة في النص، ولكن شنو اللي موجود في الواقع، شنو المشاكل اللي موجودة في الواقع، شنو هم رؤيتهم ل يعني تفسير هاي النصوص اللي هي وضعت قديما وشلون تطبيقها في الوضع الحالي، شلون اجتهادهم، هذا كله غير موجود. فهما حاصلين روحهم في النص ويطبقون النصوص، لذلك تشوفين الأحكام اللي تطلع هي يعني كأنها ما لها علاقة بالمشاكل اللي تعاني منها سواء النساء أو الرجال، يعني المحاكم بجميع أشكالها. فيعني من هذا المنطلق أنا يعني ترى لي مثل ما قالت الأستاذة معادن إيمان، يعني كمحامين احنا نتحمل مسؤوليه في هذا الموضوع، ويتراول ان احنا كمحامين علينا ان يعني نفسر فوين تكمن المشاكل داخل هذا القانون نفسه، ما هي النصوص المعيقه والتي تحتاج تغيير وتطوير، وشنو رايتنا احنا لهذا التطوير، يعني والاكتفاء فقط بالشرع كما وضع قبل 1000 سنة يكون هو المحكم لوضع قانون الأحوال الشخصية لوقتنا الحالي هو غير مفيد، وسوف يعيق تطور مجتمعنا ويعيق ويخلق مشاكل كثيرة لا لها أول ولا لها تالي. شكرا. شكرا للمحامي فيصل. ناخذ تجربة أحد النساء. طبعا أوكي أطهر بعدين أحمد، إيش رأيك؟ الناس تنهي ترفع يدها وتدخل. أوكي بعدين حياش حبيبتي، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عندي صراحة أتحكي عن معاناتي في المحكمة، محاكم الجعفرية خاصة. يعني حصل لي قضية طلاق في المحكمة طافت السنة وشوي، سببت بس تأجيل المحاكم للجلسات. قبلها قضية النفقة، يعني ما أنصفت المحكمة، يعني ما حكمت لي في قضية النفقة، نفقت بنتي، حكمت لها بنتي نفقت 50 دينار فقط، وحكمت ما حكمت لي بالنفقة لأن اعتبرتني ناشز، اعتبرتني ناشز لأني طلعت بدون إذن زوجي من البيت، وأن مع أني قدمت لهم أدلة أني طلعت بسبب ضرر وإهانة والضرب، يعني حتى إبلاغات من الشرطة قدمت لهم ويعني إثباتات طبية، بس أنه ما أخذوها بالاعتبار واعتبرون أن طالعة بدون إذن. بس الشيء الثاني قضية بعد قضية النفقة، حاليا يعني 50 دينار اللي انحكمت لبنتي ما اندفعت لها لحين سنة كامل، ما اندفع منها ولا شيء. اتخذنا إجراءات ضد الزوج، يعني زوجي، بس المحكمة ما قاعدة تتحرك، يعني سنة كامل ما بس اضطرش لإنذارات وخلاص ما أشوف شيء يتحرك. يعني والشيء الثاني على قضية الطلاق، يعني المحكمة جيبوا إثباتات، نجيب إثباتات، جيبوا شهود، نجيب شهود، شهود بعد شهود، ما يعني بعد يعني ما يكفي شهد واحد ولا شهدين. فيعني تعطي فرصة حق الزوج شهودنا فيه، يمكن 3 فرص ما يحضر هو أصلاً، ولا جلسة حضر من محكمة الطلاق، يعني فيعني تأخر، بس إنه ما في حكم لحد الآن. هاي الشيء مو بس يأثر علي، بس أثر علي حتى عائلتي، يعني قاعد يسألني ليش لحد الحين المحكمة، يعني القضية في المحكمة المفروض خلصت من زمان، ليش لحين ما طلعت حكم؟ فيعني الضرر اللي قاعد يصيبني مو بس يعني
يعني مو بس جسد الزوج، الحين قاعد اصير ضرر نفسي من المحكمة نفسها، فيعني ما شنو الموضوع وياهم. ايه الحين خلصتين اخت؟ شكرا حبيبتي. ننتقلي للاخ احمد، تفضل. مشكورين، بس عندي انا شيء اعتقد الكل يطالب والكل يقوله. يعني احنا بنعرف البحرين على مستوى البحرين اننا نطلب المساواه بين الرجل والمراه، نطلب المساواه وهذا حق من حقوق الامراه، لكن انا ابي اعرف المراه مأكول حقها لان الريال يبي ياخذ بالاربع بالخمس النسوان، زين شنو ذنب المراه؟ شنو ذنب هالمراه اللي بتشوف ماخذ لها اربع ماخذ لها خمس؟ اذا انت ريال وتبي حقوق المراه وتطالب حقوق المراه، زين حق المراه ما تتزوج انت تاخذ بالخمس بالاربع، ومن اللي يسويها ذي؟ كلكم اربع، كلكم تعرفون من اللي يسوونها، مو انتم تعرفون من اللي يسوون هذين. الانسان اللي يحب حقوق المراه ما ي... ما ي... ما يسوي هالاشياء دي، ولا يطالب، يطالب حق المراه، مو اخذ له اربع. ها وكلكم تعرفون ذا الشيء، هاي حق المراه ولا راح؟ مشكورين. رفيق الان هاشميه قبلك، تفضلي. مساء الخير جميعا، شكرا على هذه الندوة القيمة. طبعا فيها مشاكل وأشياء كثيرة، بس أكتفي بسؤال إلى الأستاذة، ما هي الأسباب يعني كما ذكرت الأخت ومعاناتها، وهذه سنة في كثير من المعاناة طبعا تمتد إلى 10 سنوات خصوصا في المحاكم الجعفرية. يعني ما هي الأسباب، يعني لماذا تمتد هذه يعني هاي المشاكل أو هذه القضايا إلى 10 سنوات وأكثر؟ الشغلة الثانية بالنسبة لرجل لما يطلق ما يدفع إلى المرشي، بينما المرأة لما تطلب الطلاق يعني إلا دفعه يطلب منها أن هي تسترجعه ويمكن أكثر، فليش يعني هذا التمييز؟ شكرا. الأخ في قضية ثانية بعد يمكن بعيدة عن هذا يعني هذا الموضوع، في معاناة وللأسف الشديد شرعا يعني أنه لا يحق إلى المرأة المتزوجة إذا مات زوجها أنه مثلا تورث في البيت أو يكون إليها، يعني خاصة المرأة الغير منجبة. فهذه كثير يعني في مجتمعنا يعانون لما تموت زوجها مثلا، عندها يعني زوجها مثلا عنده اولاد، يطالبها بان تطلع من هذا البيت. في كثير ما عندهم احد، ليش يطردونهم يعني يروحون الى اماكن وين يروحون يعني؟ فهذه المفترض ان منظمات المجتمع المدني وخاصه النسائيه يعني تاخذ على عاتقها هذه القضيه، يعني لا تستهون بها. شكرا. شكرا للمحاضرة. أنا اللي بقوله بس بالنسبة يعني أنا يتراولي إن المحامين والمحاميات يجب أن يكونون تحت مظلة الجمعية، جمعية المحامين، لأن كل واحد هني ممكن إحنا نشوف إحنا في ناس يعني حسب عبارة حسب أجندة معينة مثلا أو مذهب معين، يمطط القانون ويسوي على يسوي لصالح هذا.
بس هني في حالة يكون تحت مظلة، لأن المظلة يجب أن يكون عندها قوانين معروفة، وحتى لو في يعني في أي شيء في المؤتمرات اللي يقدونها يقدر يقول أنت ترى أخفقت في مرافعاتك لها القضية، لأن القانون كذي كذا كذا كذا، يعني يصير في تنوير من خلال هذا. فأنا يتراولين الجمعية المحامين يجب أن يكونون تحت مظلة الجمعية، والجمعية يعني عندها يعني موضوع مدري هذا اسمه برنامج محدد معروف يعني. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم نحط نقاط على الحروف. أنا مو من ضمن المؤيدين إن الانتقاد يوجه بالكامل نحو المحاكم الشرعية، لأن المحاكم الشرعية هي تطبق الفقه، سواء الفقه الجعفري أو الفقه السني. طبعا الفقه السني مثل ما هو منصوص عليه في الدستور حسب المذهب المالكي، والفقه الجعفري القانون لما حطوه حسب المشهور. فبالتالي احنا ما صير نجي نقول احنا لازم نغير القانون زين، وبحيث القانون يتعارض مع القواعد الفقهية. يعني مثلا صيغة الطلاق، طريقة الطلاق، الخلع، البذل، الموافقة عليه، الأعمار في الحضانة، هذه أمور ثابتة في الفقه. أنا ما أقولش إن الفقه جامد، الفقه فيه مرونة، فيه تنقيح، وفيه بس في بعض المسائل الفقهية لا يمكن تغييرها، منصوص عليها في القرآن. فبالتالي إذا إحنا بنستشكل على المحاكم الشرعية نستشكل من حيث إجراءات، يعني على سبيل المثال في سرعة الفصل في القضايا، وطبعا هذا منظور طبعا، والمجلس على المرأة متحرك على الموضوع. فلذلك أنشأوا توفيق الأسري. التوفيق الأسري يقولون ربما يحصل حالة توافق، فبالتالي خف الضغط على المحاكم الشرعية، فغيرهم ما يتأذى. عرفتين قصدي؟ مثلا لما يكون ضغط واجد على المحاكم الشرعية يبون يخففون الضغط، شنو يسوون؟ يسوون فلتر. والتوفيق الأسري ممكن 50% من الحالات تنحل، فالمشايخ القضاء صير عليهم يعني نوع من الخفوف، يعني حالة تصير خفيفة من حيث يصير فصل في الموضوع بشكل أسرع. ففي مسائل إجرائية تحتاج تغيير. من ضمنها نفترض صارت حالة طلاق أمام قاضي الإجراءات، طلاق اتفاقي رجعي. نفترض تحضر الزوجة عقب 3 شهور تقول أنا زوجي ما رجعت له ولا رجعني، وتستلم وثيقة الطلاق. حلو؟ الزوج يقول لا أنا رجعتها، ورد للشؤون في جولة من القضايا حق إثبات الرجعة. هو الزوج يقول أنا رجعتها على ذمتي، وهي تقول شنو؟ أنا ما رجعت. وتم بعد القضايا سنين. يصير. فالمفروض اللي بيستلم وثيقة الطلاق الطرفين يستلمونها في نفس الوقت، تحدد جلسة بحيث الشيخ يسأل الطرفين تو رجعتون لو ما رجعتون، واحد يقول رجعت واحد يقول ما رجعت، تصير مشاكل ورد روحهم محاكم قضايا. بخصوص الناس تسأل ليش المحاكم السنية يطلقون بالسهولة وبالسرعة، ليش المحاكم الجعفرية متشددين؟ لأن أغلب الزوجات اللي يرفعون قضايا طلاق يرفعونها بصيغة خلع في المحاكم السنية. فهالحالة الزوج السني مو هو اللي يحدد مبلغ البذل، ومو هو اللي يوافق، الشيخ القاضي هو بنفسه، هو بكيفه بمزاجه يحدد المبلغ مال البذل، وهو بنفسه ياخذ الموافقة من عنده كقاضي بدون موافقة الزوج، فحضور الزوج وعدمه لا يؤخذ به. بالإضافة للمحاكم الشرعية مو متشددين في موضوع الكراهة، يشترط في الخلع الكراهة من جهة الزوجة. المحاكم الشرعية السنية مو متشددين حسب التطبيق اللي نشوفه، بينما المحاكم الجعفرية مضيقين باب الطلاق بشكل مو طبيعي. لازم موافقة الزوج على الخلع، ولازم موافقته على المبلغ اللي هو في باله، افترض 50,000 100,000، فبالتالي شنو؟ فبالتالي تفشل قضية الخلع. إذا بترفع طلاق للضرر أو غيرها من قضايا من أضرار
هني تطيح في إشكاليات قانونية البينة على من ادعى. نفترض هو ضربها في الليل بينهم، ما حد يدري من وين تجيب شهود. نفترض قدمت بلاغ في مركز الشرطة، هذا البلاغ ما يكفي، لازم يصدر فيه حكم بالإدانة، مو مجرد تقدم أقوالها في مركز الشرطة خلاص يعني. حتى لو يضربها وحتى لو صدر حكم بالإدانة، الفقه الجعفري اشترط أن الضرب يكون مبرح ومتكرر ومستمر لدرجة عدم استحالة العشرة الزوجية. سامحوني على الإطالة، فالموضوع موضوع بينة، موضوع أدلة. في دنا الحين بناخذ إجابات من الأخت زهرة. حاولي تختصرين زهرة لأنه واجد أسئلة، ده مكرر لا تعيدين. برد أول شيء على أستاذ باقر اللي قال إن في كتب موجودة فيها دراسة عن الوائلي والبحراني. للأسف جيلنا الحين مو جيل قراءة، جيل يعني تواصل اجتماعي، ما حد يبي يقرأ الحين. الحين الكل يبي يتلقى المعلومة، يبيها جاهزة للأسف. أستاذ مكي قال إن هل في فئات عمرية؟ طبعاً إحنا أنا عن نفسي ما عندي هذه الدراسة اللي هي الفئات العمرية، بس لما تطالع أسباب الطلاق، أسباب الطلاق هي شنو؟ قلناها عدم الإنفاق، المخدرات، الضرب، السب. هذه ما في فئة عمرية حقها، البيئة من صغرة لين ما يكبر، من هو صغير لين ما مراهق لين ما إنه يكون حتى كبير في السن. بعد إذا كبير في السن ومتزوج تنتين أوكي أو متزوج ثلاث وما في عدل، ما بيكون في إنفاق. ونفس الشيء إذا كانت البيئة من الأساس مو مربين عيالهم على تحمل المسؤولية، فبيكون من الصغير إلى الكبير ما في تحمل مسؤولية للأسف. بالنسبة إلى ما أعرف من اللي قال هل المحاكم الشرعية هي أكبر معنف، الأستاذ صح؟ الدكتور رفاعي. أنا أقول إن هي عامل مساعد في تعنيف المرأة، لأن شوف بقول لك شغلة، في قانون موجود ولكن للأسف القانون في قضاء في المحاكم الشرعية تأخذ بالقانون مو بكل القوانين، وفي قوانين لا تأخذ بها، لا ينظر فيها أساسا. إحنا نقدم دفوع، إحنا نلاحظ من الدفوع اللي إحنا نقدمها والمستندات نضمن إن إحنا نحصل حكم إلى موكلتنا، ولكن نتفاجأ بغير عن الواقع. يعني معناته إن هذا القاضي للأسف ما قرأ حتى دفاعنا، ما شاف حتى مستنداتنا، ما طلع، ما قرأ مرافعتنا حرف حرف. إحنا نحس إن في قصور في التسليم، في قصور في الاستدلال، في ما في بحث، ما في تحري، ما في قراءة للقانون للأسف. يعني أستاذة في صح كلامك بالضبط، بس إن إحنا نقول هو عامل مساعد، وفي نفس الوقت القانون بعد يبي له تعديل. يعني إحنا نقول القانون مال 2017، خلنا نقول الطبيب والمحامي، هذا يعالج مرضى وهذا بعد ترى يعالج مرضى نفسيين. إحنا محاميين نعتبر نفسنا ترى نفسيين، يعني أنا ساعات أقعد أحس نفسي لازم أصير دكتورة علشان أعالج المدعية مالتي، أسمعها. يعني أنا تيني مواقف ساعات صعبة، تيك واحدة تقعد تصيح، أو حتى ساعات يك ريال للأسف يصيح قدامك من المعاناة اللي يحصلها في المحاكم، ما بنقول من الزوجة لأن أساساً بيكون ما في توافق. يعني أنا مثلاً صادتني حالة زوج وزوجة يايين ويبون يطلقون، وطلاق اتفاقي تمام،
رحت وياهم إلى المحكمة على أساس أنهم بيطلقون خلاص. للأسف تفاجأت بفيلم هندي داخل المحكمة قدام القاضي. اثنينهم يصيحون ايش فيكم؟ ما نبي نطلق. زعل حقو جايين. أنا قعدت وياكم. لا أنا بطلقها وما أدري شنو. ولا والثانية تقول أنا ما بعيش وياه. أعتقد أستاذة هديل تعرفين وأستاذة هاجر طبعاً هاي طاقم مكتبي موجودين. إنزين قعدنا نضحك يعني. القاضي يقول شو السالفة أنت ما قعدتي مع موكلين؟ إيش قلت لك قعدت وياهم؟ بأنا تفاجأت الحين. لا 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 خلاص يحبون بعض ذلين. اصلحوا ما بينهم عطوهم فرصة. يو عقب شهرين ثلاثة لا خلاص ما نبي بعض. متأكدين ونروح التوفيق الأسري عند القاضي طلاق اتفاق تفشلونا. إذا تبون بعض عطوا روحكم فرصة. لا لا خلاص هي ما تبيني وأنا بعد ما واحد ريال عندي كرامة ما أبيها. ما يقدر يعيش مع واحدة خلاص ما تبي. ورحنا المحكمة وفعلا اتطلقوا. بس بعد طلعوا اثنينهم يصيحون. وين المشكلة؟ متى بيرجعوا مرة ثانية؟ ما أدري عنهم. يعني هذه قصة يعني صراحة ما 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 أنساها. إنزين الحين عندنا أستاذة إيمان عن المكاتب التوفيق بعد قالت. إنزين إيه هو مو كافي لأن أساسا مكاتب التوفيق الأسري مكاتب تسوية كأنها مثل لجنة إدارة الدعوة بالضبط. تأخذ الأوراق تأخذ المستندات تأخذ اللوائح لكن ما تقعد مع الأطراف وحتى لو سمعتهم ما تعطيهم إرشاد لأن الباحثين اللي يقعدون مع الزوج والزوجة مو متخصصين ما عندهم الخبرة ما عندهم الكفاءة مو تخصصهم نفسي عرفت شلون؟ ما يقعدون معهم ويحلون المشكلة لا يسمعون من ذا ويدونون ويسمعون من الثاني ويدونون ها خلاص ما بترجعون لبعض زين يعني نفس الإجراء اللي احنا نسويه في مكاتبنا انتوا تسوونه وترفع بعدين في حال انهم ما وافقوا ويقدمون تقرير انه ما اصطلحوا يلا اللي بيروح يرفع دعوة يروح يرفعها. هذا اللي قاعد يصير في مكاتب التوفيق الأسري. فعشان كذي انا حطيت من ضمن الحلول للمشكلات قضايا الطلاق ان احنا نحتاج الى مراكز مو بس في داخل وزارة العدل مراكز اي احد يعني يتمنى انه يفتح ترى ليه مستقبل انا احس اي احد فيكم يبي يسوي هذا المشروع يعني صراحة احنا محتاجين الى هذا انشاء المراكز بس مو وايد وانا ما اشوف احد بعد تذكر هذه المراكز نهائيا. بالنسبة الى تعديل القوانين جمعية المحامين الحين عقب الانتخابات صار في لجان اوكي وفي تأسست في رئيس للجان وقاعدين يتناقشون في هذه الاشياء قاعدين يشتغلون عليها في تعديل بعض القوانين مو بس الشرعية في قوانين كثيرة يعني وانا من ضمن اللي موجودين في بعض الجروبات واشوف للأسف يعني أنا مو وايد عندي وقت كافي إن أنا أكون معاهم في الجمعية لأن أنا قاعدة أحضر رسالة الماجستير ففي تلك الفترة حاليا ما أقدر أنضم وياهم إن شاء الله بالضبط يعني جمعية المحامين تتبنى عدد أكبر من هذه النساء أو المحاميات والمحامين وتحطون لكم حلول لهذا القانون يعني لمتى من 82 إلى الآن إحنا نطالب بقانون الأحوال الشخصية صدر 2017 القانون بثغراته وش سوت المرأة يعني بعد يتعاني قالوا المحاماة مو قادرين يسوي هذا هو لا هذه المشكلة تعديل قانون المحاماة من ضمن الجمعية البحرينية قاعدة الحين تبي تسوي كتاب خاص حق تعديل قانون المحاماة احنا نقول القانون من سنة 2017 مثل ما تظهر امراض الى الطبيب ويحاول انه يعالجها بدراسة احنا بعد تظهر عندنا مشاكل جديدة
الحين سنة 2019 وبندش على 2020 والعالم الله ما ندري وش المشاكل الجديدة اللي راح تظهر في 2020. المساواة بين الرجل والمرأة لما قال إن الشرع حل الأربع، أوكي؟ على وإن خفتم ألا تعدلوا. فواحدة. ومو بس مسألة عدل، هي مسألة الإنفاق، مسألة تحمل المسؤولية من جميع النواحي. الأسباب اللي ذكرت الأخت إن القضايا تمتد إلى 10 سنوات. وهو من عقب ما يصير الطلاق تبدأ حرب بين زوج وزوجة ومطلق وطليق. للأسف المشاكل ما تنتهي. إنزين، خلنا نقول في فترة الزواج تكون في مشاكل ترفع إلى التوفيق الأسري، التوفيق الأسري قاعدة تعطي آجال شهر شهر. إنزين، بعدين لما تروح القضاء بعد القضاء يعطون بالشهر، لما تينا الإجازة القضائية تينا 3 أشهر ما في قضاء. إنزين، يصدر الحكم في محكمة أول درجة ما يرضون بالحكم يقومون يستأنفون. أوكي، ويصير في إيقاف لتعديل إيقاف مثلاً للتنفيذ، ما يقدرون يسوون تنفيذ سواء كان إجراءات في التنفيذ. إنزين، توقف لحين الفصل في الاستئناف. إنزين، فأخذت لها سنة خلنا نقول في أول درجة، وبتأخذ لها في سنة بعد في الاستئناف، وبتاخذ تمييز بعد سنة، أوكي؟ وبترد تعيد قضية ثانية، مو بس قضية نفقة، قضية حضانة، قضية طلاق، قضايا البلاغ اللي تروح إلى مراكز الشرطة، والمركز الشرطة تروح للنيابة، والنيابة على ما تاخذ القرار، وعلى ما نطروا وش يصير في النيابة، وبعدين تعويض لما يصير في إدانة وتعويض، يعني المشاكل لا تنتهي بين الطرفين، الحرب ما تخلص بين الزوج والزوجة. بالنسبة إلى المرأة الغير منجبة، هني مو بس المرأة الغير منجبة، حتى المرأة المنجبة، المرأة المنجبة عندما تنتهي حضانتها إلى الولد، الولد أو البنت ويروحون عند الأم أو يتزوجون، خلاص تنتهي فترة الحضانة عندها. بعد النص القانوني يخلي يرغمها ان هي تطلع برا الزوجيه، مو لازم حتى ان يعني في بعض، انا عرفت حاله من الحالات ان عندها اولاد بس زوجها متزوج ثنتين، توفى زوجها، اوكي، وهي للاسف يعني مغربيه بس عندها جواز بحريني، اوكي، اهل الزوج طردوها من البيت مع ان هي عندها طفل صغير ومن حقها ان هي تكون حاضنه، خلوها تعيش في بيت اجار، ها، تتشتت مع الياهل. انزين، قالوا لها انت الحين بتقعدين مع الياهل بس تصير عندنا الحضانه بناخذها من عندك وما بتحصلين سكن. هذا نص، والنص الثاني اللي انت تقصدينه هذه بعد غير منجبه. انزين، وانا وياش في تعديل هذا القانون، لان يعني حتى انا عندي حتى من اهلي للاسف انه يعني تطلع برا البيت، وين تروح، وين تلتجي؟ يعني اذا كان الكل تزوج والكل استقل حتى بيت العائله انباع، وين ممكن تعيش؟ يعني هذه بالنسبه الى الاخ اللي اتكلم عن لما أتكلم عن المظلة الجمعية، في مثل ما قال جمعية المحامين الحين صار فيها لجان ثقافية، لجان المهنة وإلى آخره، وهذا لين كل واحد قاعد يأخذ دوره. إنزين، وهذه بعد قلتها من شوي، عندنا حتى توفيق الأسري قلنا إن هي لجنة. بالنسبة إلى الموضوع اللي طرحه الأخ، ما أعرف اسمك، تكلمت عن موضوع الإجراءات في المحاكم، إجراءات اللي هي وثيقة الطلاق وإنه يرجعها بدون إذنها. هي طبعاً يتم إعلانها، زين، بس ما أعرف إذا كان يتم إعلانها بطريقة صحيحة أو لا.
يعني ما ادري هذه وجهة نظري، يعني انا ما اعرف، بل لا اعرف انه هو يتم اعلانها، بس اذا ما تم اعلانها بطريقة صحيحة يعني، والمفترض ان ترى الزوج هو اللي يخبرها ان انا رجعتش بس. وبالنسبة الى عندي قضية اللي هي قضية للأسف أنا تمنيت أن يعني هذه الشخصية تي اليوم، لأن عندها قضايا كثيرة، عنف أسري لأطفالها، وأيضا عنف من الزوج، تم رفض جميع قضايا دعاويها، الدعاوي اللي رفعناها دعاوي نفقة ما نحكم لها. ليش؟ لأن الأولاد لما جاءوا قالوا نفقة يدفع إلينا أبونا قليل، بس لأن قالوا قليل، إنزين دلين الياهال إيش عرفهم شم يعطيهم أصلاً الأب؟ ها الأب وش يسوي في فترة ما في دعوة جارية؟ يروح يقدم أرصدة ها بأنه قاعد ينفق، وعقب ما يصدر الحكم يقول لها يلا روحي سوي اللي بتسوينا، وقوم ما يدفع لها. إنزين هذه للأسف تقدمت ببلاغ إلى الشرطة، خنق أمام أولادها، أوكي، وكي بالمكوى فوق رأسها. يعني شنو أكثر من ضرر تقدم إلى المحكمة من أدلة وتقارير طبية؟ ليش ما يتم بتطليقها؟ شفت شلون؟ يعني قوانين ما تؤخذ بها، وقضاتنا للأسف ما تطالع الدفوع التقارير، يعني لازم تموت في إيده علشان في النهاية القاضي يحكم لصالحه. وقدمت صور أيضا بكدمات في جسمها، يعني شنو أكثر؟ ومواضيع القضايا الهجران شلون المرأة تثبتها إذا كانت هي تحت مظلة سقف واحد في غرفة واحدة بينها وبين زوجها؟ شلون هي تثبت هجرانها إلى زوجها؟ زوجها متزوج واحدة ثانية وعايش معها ولا يدري عنها، نفقة وهجران وتعنف. انتم ماخذ أربعة مرات بشكل يمكن عندنا أسئلة، في أسئلة ثانية لو خلاص أساساً بعلق على الموضوع كامل. نعلقك خديجة تبى تقول، تفضلي السادة. بس أنا حبيت أعلق على الكلام اللي قالت إنه شلون يثبت الهجران، شلون في المحاكم السنية لما يهجرها 3 سنوات أو سنتين على طول تطلق حتى 14، شلون يثبتونها؟ شلون ممكن في المحاكم السنية ما تصير في المحاكم الجعفرية؟ مع أن نفس الشيء، هاي هجران وهاي هجران، ليش السنة يطلقونها بسرعة وهذا لا؟ مع أن شلون تثبتها في المحاكم السنية إذا ما تقدر تثبتها في المحاكم الجعفرية؟ شو الفرق؟ هاي هجران هاي السن إيه بالضبط؟ أبد ما تطرقتي للقانون السني، ما أدري ليش يعني. جعفري يعتمد على الاجتهاد دائما وش يقول؟ يقول لو شنو يشوف من تعنف، يقول له رجعي الى زوجك ها وصالحه، وروح تصالحوا بعدين تعالوا. ما في حل يعني. انا شفت، سوري حبيت الداخل بعد، اني واحدة راوتني صور يا ريت نسيت اقول لها، انت ظهرها كله ازرق، جسمها كله ازرق، شردت من البيت حتى اولادها ما شافته، وودت الصور للمحكمه معها لما طلقوها، طلقت يمكن 3-4 سنين، يلا توها الحين مطلقينها يمكن قبل كم شهر. مجرد صور دكتور معطينها، دكتور معطينها شو اسمه تقرير مع هذا ما طلقينها. ما تعدل الإجبار قوي لأنها صانعة. حكم محكمة الجنائية. والله أنا شفت الصور بعيوني راوتني. لا.
أعرفها ترى، أعرفها هذه. لا ولا شيء، ما غير شيء في الإجراءات نهائياً. يعني في بعض المحامين راحوا إلى أهالي الأهل، يعني إحنا بحكم إنه يعني أنا في سترة، يعني قريبة إليها، أنا ترى ساكنة في سترة وقريبة إليها يعني، ففي ناس تتحسس يعني من هذا الشيء، إنه يعني تروح واحدة من سترة وتعرفهم وكذي، فلا. بس بعض المحامين راحوا وقدموا تقريرهم بعد عنها، إنه من الزوج، الزوج هو السبب. أي حرمها من الأكل، كان ما يعطيها مصروف، كان يحبسها في الغرفة ويقفل عليها، وكان ما يخليها تتواصل مع أهلها بالتليفون. بالضبط. إذن أخواننا وأخواتنا ورفاقنا الأعزاء، نختم ندوتنا اليوم إلى الأخت زهرة، الشكر الجزيل. بس عندي يعني مداخلة، بس ما عرفت لأنني موجودة هنا، اللي أتمنى أن احنا نوقف إيد واحدة. لحظة عمري، في مراكز توعية نحتاج صدق. لحظة بس بقول لكم شيء مهم، لأن أنا والأخت إيمان تونا جايين من المجلس الأعلى قبل يومين، وحاطين لنا برنامج طويل عريض، ووضعوا المسؤولية على الجمعيات النسائية. ما أدري ليش خلوا على الجمعيات النسائية، لا عدنا تمويل ولا عدنا عضوات ولا عدنا ذيك الإمكانيات اللي ممكن نفتح بها مراكز توعية. وللأسف مثل ما تعرفون محافظة الشمالية فيها 40 قرية ما فيها مركز اجتماعي، مغلق في جد حفص، اللي هو مركز جد حفص الاجتماعي مغلق. هذه بعد، وأنا شاهد على ذلك لأن أنا من المحافظة الشمالية أصلي. فشلون تجي التوعية لهؤلاء البنات وخاصة المقبلين على الزواج؟ لحظة عمري بس دقيقة، شيء مهم والله، إن إحنا شلون نسوي توعية، ووضعوا المسؤولية كلها على الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية. شلون نقدر نوفق أو نوعي أو نجيب مدربين إلى هؤلاء الشباب اللي توهم على مرحلة المقبلين على الزواج، من فتيات ومن شباب، في التوعية إلى الاستقرار، إلى الاستقرار الأسري بعد الزواج. وإحنا ما نقدر. إيه تفضل. صرتكم انتخابات أو تعيين؟ احنا احنا بالتزكية، ما حد يجي لنا، ما في عضوات واجب. لا لازم تعرفون الدعم وين، ما تسوون هالشكل انتم. الدعم ممنوع، ممنوع الدعم، دعم مالي قصدك؟ ممنوع، لازم لازم باذن وزارة التنمية. والحين تشدد كلش ان احنا نسوي دعاية او اعلان او نسوي اسواق الا باذنها، وكون مسموح به هذا التمويل. ثانيا يعني حتى لو نبي توعية، يعني الأخت زهرة ما قصرت، وأشكرها واجد على دعوتها، إن بسرعة قالت لي أنا مستعدة وبجي لكم وبحضر، وجابت إياها نساء. شوفوا هذه يعني صراحة أول مرة أشوف محامية بهذه الصورة. يعني كثير من الرجال والنساء نقول لهم تعالوا الجمعية احضروا وسووا لنا ندوة، يتباعدون بعيد، وخاصة الجعفري يخافون منا كل شيء، يزوبقون ما ادري ليش. والله صدقوني هاي ثالث وحده الحين صدقون نفس الندوه باعيدها في الجمعيه لان ما حصلتها لي، ومجودتها مسكينه تقولون يعني فقيره، يعني بستغلها استغلال صراحه. فاشكرها واجد واجد، اشكر الجماعه واشكركم على الحضور، واتمنى ندوات اكثر واكثر، وتجيبوا لنا ناس ازيد، وخاصه المتضررات، سواء في العنف الاسري او قانون الاحوال او المحاكم. ها، وشكرا جزيلا جزيلا جزيلا، وتكريمها ان شاء الله.